اهلا ومرحبا بالحلوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اجواءكم واحوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كما العاده بدايه كل فيديو دائما ناخذ واحد الوقيته باش نشكركم وحده بوحده لاي وحده خدات من وقتها وكتبت لي تعليق زوين ودخل الفرحه على قلبي ولا دعات معايا، فكنتمنى لكم داك الشيء اللي كتمنوا لي بالاضعاف المضاعفه. عاوني منكم اللي تمنى شي حاجه خايبه راه تكون باضعاف مضاعفه. هكاك علاش نحاولوا دائما ردوا البال لكلامنا اللي كنوجهوه للناس، لانه بعض المرات كيبان لكم سهل انكم تعايروا ولا تدعيوا شي وحده دعاء خايب ولا تكتبوا شي حاجه كلام اللي ضر الناس، كيبان لكم سهل المهم، ولكن راه العواقب ديالو كتكون لا قدر الله خايبه، سورتو الا شي واحد كان مضيوم وقرا شي حاجه اللي فريمون زدتي كملتي عليه وقال حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الشخص، فهذاك يعني الواحد يولي يرد البال للهضره اللي كيقول الناس. المهم خلينا اختي من هذا الشيء وندوزو الحوايج الزوينين. اكيد ان شاء الله بعد ما كترجعي من العمره الناس الحباب والغاليين كيجيو يطمنوا عليك ويباركوا لك ويشوفوك وهذا ويجلسوا معاك، فكان خاصني ضروري قبل ما نسافر ندير واحد شونجمون بسيط في الديكورات والليفل روم خصوصا الصاله، نحيدوا داك الشيء صافي الخريف داز لقيتو ولا عقلتو ايامات كنا نجبدوا داك الشيء اورونج زعما راه حنا غاديين مع لهم الطبيعه، الطبيعه مشات صافي دابا مساكن بقاو الغصان خاويين بالاوراق. قلت غادي ندوز نبدا نجبد الديكورات اللي ان شاء الله ناويه ندير بهم شونجمون، غادي يبان لكم تما، ولكن شوفوا لي لا غير بلون انا ديال التلفازه شي وحده مسبقه الفرح بليله متحمسة للثلج. هنايا كذلك هانتوما ها الطابي هذه اللي عقلتوا عليها، هذه هي اللي كانت خديت هذيك النهار من عند لمياء، الا عقلتوا لمياء ما شاء الله عندها الطويلات عندها الطبق لي طابي موديلات واعرين، وعاد كتب لي اليوم ان شاء الله باش غادي نفرشها باش نشوفوها. خرجت هاد الخيدات هادو، هادشي باش كينفعو هاد الخشيان هادو، وقت ما كنتي بغيتي ديري تشانجمون كتجبديهم وكتبدلي داك اللوين كيبان عاوتاني ديكور جديد. المهم غادي نحيدو كما قلت لكم هادو صافي نصبنوهم ان شاء الله حتى موعدنا العام الجاي، وغادي نجبد هادو. شوفوا الديزاينات اللي حاولت نجبد زويونين، هادو راه تقريبا راه علي 5 سنين ولا 6 سنين وما عندي، المهم مره كنوقف هكا نبغي ندير شي شانجمون راه كنجبدهم. العظيم تقولي غير هادي يومين باش كنت كندير هاد الشانجمون ديجا دايز عليا علين الشهر، سبحان الله العظيم الوقت كيفاش كيطير، هذاك راه عمرنا اللي كيطير. المهم هادو كيما قلت لكم موعدنا الى طول ربي في العمر السنه المقبله ان شاء الله. Thank you.
دابا وصل وقت الحماس باش غادي نفرشو الزربيه. انا براسي فرحانه نسيت على شكلها. المهم غادي ندوزو ضروري قبل ما نحطوها غادي ندوزو نضربوها بحال الشفيفه. هاد الشفيفه بهذا هذيك النهار اللي عقلته كنت بارطاجيته معكم ديال السوفر، وبزاف قلت لكم هاد القرعه هذه راه فاش كتحيدها بلا سيليكون عليكم فاش كتحيدوها والو ما كتبقيش هكا تحل باش تعمريها بالبرودوي وداك الشيء. البنات تبارك الله المغربيات ما ديرهاش بهم. قال بزاف صيفطوا لي دي فيديو وراوني الطريقه كيفاش تقدري تحليها وتولي دير البرودوي ديالك، واللي هي انك كتشدي ما مغلي كديريه فشي طاسه وكتقلبي فيها هذه حتى كترطب وكتحليها، وقالوا لي ديري البرودوي بالصحه والراحه. اسير الله يعطيكم الصحه. وبيان سور كاينه فكره اخرى واللي هي انك كتعمري البرودوي ديالك فشي حاجه، وهو نورمالمون هذا البرودوي تا هو تاع التنقيه ديال الباركي ولا ديال هكا النوع هذا العود، كتشدي كترشي طق 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 وتدور بها بالشفيفه. حتى الواحدة علاش يصعبها على راسو؟ هي القضية ساهلة، نخدمو فيها شوية ديال الدماغ. من فكرة ديال أنها دار في الماء سخون كانت فكرة جميلة، زعما فكرة غادي تنفع صافي. وهنايا غادي ندوز دابا نبدل غير هذا كما كتشوفوا فاش كتجفوا به اون فوا صافي كيولي هكا كتحيدوه وتركبوا لاخر جديد لتحت. تبارك الله ما شاء الله كيفاش جات، وجات عبار عبار. شوف انتما نيشان، مازال بغيت نسخرها مازال ليها وهادو ندفعهم واحد شويه، مي فريمون غزاله. هذا هو اللون اللي خديت ديك النهار. البنات كيقول لي خديتي هذاك سميتها الريشه، خديتي هذه خديتي هذه. لا هذه اللي شدت فيها عيني وشو باش عجبتني، ما فيهاش هذاك الشيء تاع هذاك المزغبين عرفتي ملي كيجمعوا الغبره هذوك بعدا كيقهروك في التنقيه، وخا تدوزي لاسبيراتور حتى تعيا كيبقاو هازين الغبره لداخل في هذوك الشعيرات. هما صراحه كيجيو منظر ديالهم زوين ولكن صعابين في التنقيه، فهادو زوينين قطن عرفتي ماشي قطن زعما، المهم رطبين زعما. هادشي اللي بغيت نقول مقطن، قولي زربيه قطن صافي داكشي اللي بقى. المهم بالنسبه للمياء تبارك الله راه عندها موديلات فنيين، دابا نخلي لكم ان شاء الله الكونتاكت ديالها والانستغرام وهذا. وبالنسبه للديكور اللي غادي ندير فوق الطبله كان هذا، كنت خديته ديك العام ما بقاش فيه الثمن، جو كخوا كنت خديته ب 12 دولار ولا شي حاجه من عند وينرز، راكم عارفين كيدخلوا هاد لي ستيل فيه هكا ارجونتي على دوغي لا بلو. المهم هو كيقدروا تحطوا بحال هكا نيشان، وكيقدروا مثلا ديري فيهم هكا ورد ياباس ولا كديري بحال هاد الكويرات هادو، كيجيو زوينين وكيجيو انيقين. المهم ها نتوما بحال هادو كيكونوا متعدد الاستعمال الديكور، تقدري تحطي فيهم هكا مثلا شي نهار عندك عراضه شوكولا لينوغا تحطي فيهم الفروي. المهم انا غادي نحط عليهم هاد الكويرات هادو. قبل ما ندوزو نكتشفو الشكل النهائي اللي جا رائع جدا جدا، غادي ندوزو نشعلو الشوميني. بزاف هادي كيقولي كيفاش تبنات، كيفاش كتخدم، كيفاش داك العود كيبقى شاعل، كيفاش كتشعلي العافية في العود. نورمالمون حنايا فاش خدينا الدار كان هذيك الساعة في الديور تقريبا من 2017-18 كانوا بزاف خرجوا فيهم هاد لي ديزاين هادو، لأن كنت أصلا فاش كندخلو نشوفو الديور كان كيبان ليا بزاف تاع الديور كان فيهم هاد لو ستيل، واش كان زعما طونطونس ولا ماعرفت كيفاش، باش كيفرقو الصالامونجي على ليفروم. وهادو نورمالمون كيجيو مبنيين، يعني كما كتشوفو كتجي هادي كلها مبنية، ماشي حنا اللي ركبناها، الدار كانت فيها هاد المسألة هادي. وهاد العافيه هذه كيفاش كتشعل بالغاز، هاد العود هذا راه هو ديكور مقاد، يعني ما كيتقاس ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه، كيبقى كيف ما هو. وكيكون الانستالاسيون دايزه مع واحد البوطه ديال الغاز اللي كبيره كتكون في الجرده،
هكا تقريبا معاك كل سنه كيجيو كتخلصي بيان سور كيشارجيوها لك وراك دير لك بزاف بارفو. مثلا هذا اخر مره كنا شارجينا راه تقريبا شي عام وزياده باش كنا شارجينا الغاز فيها صافي. وكتكون عندها تيليكوموند هكا كتشغليها صافي ملي كتسالي كتوركي وكتطفي. بغيت كتبغي فاش كتبغي تجهديها كتبغي ديريها مويان ولكن كتعطي واحد لو شارم لي زوين للجليسات. تبارك الله ما شاء الله كان هذا هو الشونجمون اللي درناه مع بعضياتنا اللي ما خداش ميم با ساعه ما بين التنقيه وجميع ومسح الغبره طق 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 دغيا دغيا. تبارك الله وطلع داك النتيجه جميله واحد الهدوء مع الشميني والشميعات وداك لاغيير بلون اللي في التلفازه. بزاف كيقولوا لي لي زاغيير بلون كديري في التلفازه منين كتجيبيهم كي كديري اليوم البنات يوتيوب يوتيوب كتكتبوا لاغيير بلون اللي بغيتو بغيتو ديال ما بغيتو ديال الفريخات بغيتو ديال الشميني بغيتو هكا بنكهه الخريف نكهه الثلج اللي بغيتو غير كطابيو الحاجه اللي بغيتو كتكتبو حدا باك جراوند كيطلعوا لكم بزاف لي فيديو كتختاروا. المهم انا اختاريت هذا ديال الوينتر. المهم انا البنات كندا يقجوني يقول لي كتفايلي علينا انت مسافره البلاصه فيها الصد تفايلي علينا في الثلوجات والبرد. المهم المسامحه اهم حاجه. قولوا لي كيف جاكم هذا ميك اوفر هذا ديال ليفين روم. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم وعلى هاد الاجواء الجميله والهادئه. مازال ان شاء الله الفيديو ديالنا جايين فيه حويجات اجمل واجمل. غير خليكم معايا غادي تدوزوا معايا وقيته زوينه. وقبل ذلك غادي ندوز نشارك معكم شيء جميل جميل اللي كيحبوه كاع النساء واللي هما مهم ميكس ما بين لي بارفان ما بين الميك اب ما بين حويجات وما بين الزاز التركيز. شوفوا ليا واحد تحفه واحد ساك ما شاء الله كيهبل وانا هذا هو لو ستيل ديالي عزيز عليا. السويكات اللي كيكونوا هكذا صغيورين ومحدقين كيكونوا صغيورين ومطورين كبارين من الداخل. شوفوا هذا لا مارك مايكل كورس اللي عارفين عزيز عليا الماركه هذه بزاف ومن عند الغزاله ديالي هين تبارك الله واللي هي هينز امريكان برودكت اللي كاينه في امريكا. كتصيفط جميع الماركات العالميه اللي تشهيتو من ناحيه الحويجات الماكن اكسسوارات صبابط كلشي ريا. دائما كنلقى هند في الخدمه تبارك الله عليها. مهم عجبني هذا الساك هذا كنصيفطات ليا كتدخل ليا بزاف د الماركات. هذا هي الشغل قلت لها هند هذا خصوصا هذاك اللون الترابي هذا ان شاء الله ناويه نديه معايا للعمره ونمشيو نشوفو. واللي كيسول واش هادو اوتنتيك فري البنات يعني ما كاينش المدرح والمزور. وخديت مكانه ميم ماركه نيت هاد المكانه هادي بزاف منكم كيعجبوها اللي كتشوفوني دايره. حتى هادي كنت خديتها من عندها دابا راه اكثر من عام زوينه وكتمشي لي مع بزاف د اللبسات وكتبقى هكا براتيك في اليد. هاد المره خديت تقريبا بحالها غير هي واحد اللون كروم واعر في الماغو. ها انتم هادي تبان لكم بحال داك غوز جولد وهذا ماغون فونس بحال كتبان بحال نوار زوينه حتى هي البنات. وغادي ندوزو للقبيات العشق. شوف واحد القبيه غزاله والتيسو ديالها رائع تيسو قطن زوينه. هذه مايكل كورس كتجي اكيد بالقبيب. اش قلت لها هذه طومي شمال انا ما عقلي مع مايكل كورس طومي بلاتي نوريها لكم قداش الطول. شوفوا ها نتوما فريمون طويله. وخديت لاطاي ديالي واللي هي لاطاي
غادي ندوزو دابا نعطركم وجدوا لي العطور هما جايين. هنايا خديت من عندها جوج ديال لي بارفان. انا عزيز عليا دوك الروائح اللي كيكونوا فلوري، الروائح ما عجبش لي داكشي القاصح بزاف. شوفوا لي بعدا غير المبالاج ديالهم واعر. هادو بجوج من فيكتوريا سيكريت، انا نوريهم لكم بجوج بيهم. اين انت يا بارفان؟ وي خديت هادي وخديت هادي، شتوهم زوينين بلاتي. نعطركم دابا، انا راه كنتعطر دائما وتما مني انت ترى كنعطركم، زعما راه كنت نتوما كتشموا. غادي تشوفوا معايا هاد لاتروس هذا ديال هدى بيوتي، غادي تقول لي ماذا كان في داخلي. كان داخلي هذا غادي نوريكم اشنو فيه. هذا البنات فيه هذا الباك كله ديال الكره والكلوس وداكشي والتراساج وهذا، وكاين هذا واللي هو ماسكارا اللي فيها جوج تاع هذا البراشز. ها انتما كاينه هذه شويه غليظه وكاينه هذه الرقيقه. المهم هادو ديال هدى بيوتي. انا دائما الميك اب كنخلي ليها الذوق ديال، انا عارفه عزيز عليا داكشي الترابي، فاختارت ليا هاد الباك. قالت لي هذا هو من الحوايج ديال الاخر جات هدى بيوتي. هادو ديال بينيفيت. المهم هذا هو الباكيج، انا كما قلت لكم حليت كلشي. هذا الاولاني كان فيه اونسومبل اللي هو هذا البلاش، وكان فيه فين هو هذا كان معاه البلاش، وكان هذا ديال الفوم، وكاين واحد اخر ديال الحجبان واللي هو هذا هو الباكيج ديالو. هذا بحال الماسكارا ديال الحجبان كما تشوفوا في الماغون، وهذا الكرايون. اختي حطيت لا كوموند دابا كلها فوق الطبله، زعما شي وحده راه كتكونفيرمي كتعاود تاكد من رزقها. المهم شو تبارك الله، ها انتوما واحد النظره شامله، داكشي رائع رائع. العشق العشق والمغريات ديال كل النساء، ولكن هاد القبيه هادي يا سلام عجبتني، فنه فنه. ورجعت معاكم، قولي انت صارت زيزتي تفركستي. اليوم غاديين لواحد العشيه مع بعضياتنا، الوليدات باش نخرجوا ويلعبوا. لحد تقريبا هاد الايامات هما اخر ايامات كيبانوا في لاميتيو، غادي يكون جو مهم ماشي سخون، زعما ما كاينش داك الريح والشتا. بعض المرات كنقول ما كاينش الشتا كتصب علينا كتفاجئنا. المهم غادي نمشيو ان شاء الله لواحد الفيرما غزاله في قلب احضان طبيعه، غادي نمشيو نديوك هكا يعني نمشي تفرنا، زعما تشاركنا كل واحد غادي يجيب اللي قص الله اللي قد عليه، وغادي نتجمعوا نديروا طويله. وفي نفس الوقت الوليدات هما مفوجين وحنا مفوجين كما العاده، انتصار والبقاج ديالها. هادشي اللي كيشوفني عرفتي بحال داك التخيام ديال ايامات زمان، اش كيديو الكيطون والبوطه والكوكوط وكلشي والقصريه والبانيو. غير هنايا هنايا كندي اختي داكشي كلشي تقريبا واجد، ولكن هنايا يا لالا ملي كنقولو اتاي كيخصنا دواس اتاي. ديت واحد البلاطو لمطتو مزيان باش يبقى ليا هكاك مقاد باش متفرتت ميتقاسم حتى شي حاجه. جبت واحد لاناب هذا من الارشيف، هذا تقريبا شي عامين ولا اكثر ما استعملته، حتى هو بالاوراق الخريفيه. هنا غادي تقولي هذا الصندوق انا شنو جمع غادي تموت بالضحك، لانه اليوم اختي غادي ندير لهم واحد غادي نصدمهم، غادي ندير لهم مفاجاه. نورمالمون حنايا متفقين هكا على طويله كوتي هكا مخلط، انا اش درت خرجت دائما انا خاصني كل شي حاجه كندير لهم مميزه. غادي نخرج مجموعه غادي ندير لهم الرفيسه. تخيلي معايا دابا اجواء بارده، الخريف، طبيعه واللمه زوينه، ومع قصريه الرفيسه. شوفوا بعدا تبان لكم هنا واحد التسلل، ها انتم قصريتي لمطتها. هنا هزيت الكاسرونه اللي غادي تقولي اش ديروا كاسرونه غادي تنصبي العدس، لا داكشي كلشي دياه ها انتم لي بوا بعداتي. هنايا كويساتي ديال اتاي كنلمطهم مزيان باش ما كيتقاسوش. هنا ديت هو البلول درته هنايا، الدجاجه ديال الرفيسه راه هي تبان لكم في الفران كتسخن. غادي ندوز نطرف شويه الدنيا قبل ما نخرج، لان اهدى حاجه عندي هي الخروج ونفوج ورجع الكوزينه مرونه. المهم هادي ما كنحملهاش. المزرعه الشجر مسكين ديال التفاح صافي ولا في خبرك، انا كيبان لك انا التفاح مرمي، خيرات ربي مرميه. المهم من هاد المره جينا واحد المزرعه اخرى. المهم قادين هنايا الطويله ديال البيكنيك المسائيه ديالنا. شوفوا اليوم عندنا الفريق الوطني ديال التيرموس من الصغير الكبير، كويسات اجي نقربوا نشوفوا الحادقات. المهم ها انتم هذا لاول مره كنشوف بغرير بلي بلوي وشوفان، هذا من صنع صديقتي خديجه الله يعطيها الصحه، خاصنا حتى هي الوصفه ضروري. البغرير كيكه لي توست دوازاتاي، هنايا الحادقه ديالنا بشرى حتى هي، ها
هاي كتقطع لينا الحرش. حرشه هذا بشره حرشه بالخليع ما شاء الله. خرش الحرشه قلت لها الحرشه الحرشه بالخليع والبرمج والزعتر وداكشي من الفرق. هذا اختصاص ديال البشره. هذه حلوه بالنافع بان لي النافع. هذه حلوه بالنافع دارت اسقاتها بالعسل واللوز افيلي. وشوفوا الاشكال الهندسيه اليوم اليوم العالمي المغربي المربع الصغير الطويل او البلوبيري. واو واحد كويس اتاي جاي. لا 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 ركزي لنا بالقوية طلعي لنا الكشكوش اصاحبتي نال على خويا كدير لنا داكشي ديال خويا تاع العصير ديال العصير. حنا مشحرين اتاي وعاطينا وقته في الاخر داير لنا شوفي راه كيمشي لا حول ولا قوة. انت جات مولات المسوس قالت لها حيدي خويا لنا الطريق زعما ديك اللعبة والله تا غادي نطلع الكشكوش. سير 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 لا ما عليكش ما عليكش. المهم هنا غادي ندوزو ندشنو هذا البغرير هذا هذا اللي صوبت خليج كيبان زوين كيجيب مخلوق بحال بانكيك بحال بانكيك بغير البيض ايه درتي بالبيض وجا زوين والله الا نعطيك فكره اوريجينال. هذه دوزو الكيكه هذه كيكه معروفه بها خديجه. خديجه جديده شوفي شوفي واو هذه درتيها لي بيبي ديال الشوكولا لا بيبي ديال الشوكولا فيها شويه الكوزه وشويه الكوزه الخليده هذه بنكهه خريفيه والقهوه كتبان واعره زوين. غادي ندوزو دابا اختي هنايا الحرشه بنكهه الخليع والزيتون ديال الدار ياك بشره واعر ها شنو لا لا واعر الخليع الفرماج خليع الفرماج اها واعر. غادي ندوزو دابا نديرو الخاطر لصحاب القهويه ها انتم راه جايبه لهم الطيرموس انا ماشي انا جايبه هذه خديجه اللي تكلفات بالطيرموس. شوفوا الماء تم الماء جابته لهم مغلي شوف ضروري الا ما درناش لا شوف 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 شوفوا شوفوا لي هذا طار زوينه عقلت عليها كنا خدينا في موغيان بحد المحل كانوا دايرين فيه ليكيداسيون ايوا يا اختي بصحتكم وراحتكم التقطيره الله يعطيك الصحه. خاطر عاشقات القهوه يا سلام يا سلام الله عرفتي على ريحه كي دايره ريحتها مجهده واه ريحتها كي دايره شوفوا لي ها انتم المتتبعات اللي تيموتوا على الله القهوه ها انتم هذه في خاطركم قهوه معطره مقطره يا لاله عليا كملنا الفطور عرقنا بغرير وكيكه وداك الشيء وجايين دابا كنتمشاو هنايا في الحقول حقول التفاح. شوفوا تبارك الله ما شاء الله خيرات التفاح انتم لقيت واحد التفاحه يا سلام لقيتها تفاحه غزاله حميمره انتم التفاح بشره بشره جالسه كتلقى التفاح بعد بشرى راه دشنات الفطور بجوج تفاحات بصح كتموت على التفاحات مع جينا الطابله 11 شجر التفاح قالت لك الله هادو شوفوا هادو بقاو كارمين في الشجره شفتوهم هادو هادو صافي دابا هادو صافي غير كيطيبو تما صغار اش بقى ما يطيب هاد عرفتي فراسك هذا في المغرب ولي كنقولوا ليه التفاح البلدي لا خديجه هذا هذا ولي كنقولوا ليه التفاح البلدي يمكن ها فما عامر كاع ما كتهضر. شوفوا لقينا واحد الشجيره هنايا يا سلام يا سلام شوفوا شوف سبحان الله العظيم هما دايرين لها ديكوراسيون في هذه الفيرما هذه شوف بحال كيفاش مدورينها كلها شادين بحال بحال السلك رقيق ومدورينه بالوراق وشوفوا الارض لوحه فنيه من التفاح دايرين فيه فتواكك بحال ما عرفت شنو هذاك التفرتي تاع العود ولا ما عرفت شنو هو ودايرين هذا المنظر هذا يلا شوفوا هنا يدير لا دايرين هنايا عاوتاني تفيفيحات بحال بحال كولي مزوقين هاد الشجره هادي مزيان شو على ديكور عطات ويا لالا ويا لالا على القصاري دابا وسط الطبيعه شو قصري المجلجه هنا جبنا التريد شوفوا كلشي على الكاسرونه كاسرونه الماتيريال ماتيريال غادي ندوزو هنايا اختاريت هكا المريقه بالحلبه والعدس خلطناها ها هي ردوها تسخن البوطه تاع هي راه جات وصافي هنايا المريقه الاخرى غادي نخلط يمكن كلشي ولكن شوف شوف ركزوا لي انت المغرفه كلها حاضر غادي نزيد هنايا شويه المرقه شوفوا البنات شوفوا لي واحد المنظر ردينا هنا البوطه المرقه ديال الرفيسه كدير شوف شكون حضر لا لا ما يمكنش هاد اللقطه هادي ها الرفيسه هنايا كتسخن انت قلت لك اجي نذبحوا نزيدوا دجاجه بلديه شوفوا الدجاجه البلدي هذيك اللي كتكون هي الكروازيه هذيك اللي مخلطه هذه 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 والله فروج خطيره هذه اللقطه هذه وكي جاكم هذه اللقطه دابا كنتخيلوا راسنا في العروبيه التطوعات الثانيه دابا كتمسح لا تبارك الله تبارك الله عليكم
نخلي هادو نمشيو نردو المريقه ديالنا فين وصلات نحركو. هاي راه خدامه صافي تقريبا زيد على واحد جوج دقائق ونطفو كلشي. ايوا يا لالا دابا غادي ندوزو للتسقيه. زيد زيدك التسقيه ديال العروبيه نورمالمون اش كنديرو حنايا باش كيقولك باش كتجي الرفيسه كتجي غزاله ومسقيه ضروري الصين هذا القصريه التحتانيه كديري فيها المريقه ضروري باش هذاك التريد كيجي مشرب. واخا نورمالمون التريد كان خاصنا نجيبو ليه تا هو شي مقيله باش يجي سخون زعما حنا هكا كيفاش كنديرو لها كنديرو بحال هكا باش كتجي زعما هذاك التريد التحتاني كيجي مشرب زعما تما كديرو هكا حنا كنديرو كنشربو دار وكل مره كنعاودو نديرو هكا المشاهد نركزو عليه المشاهد مع الجوله كلشي على المغرفه اه كلشي على المغرفه والله الا ضروري هي اللي دايره على القصه صافي هكا غديري دابا الطبقه الثانيه اه صافي كنبقاو نديرو الطبقات هكا وكنسقيو زيدو نقطعوه شويه المهم هاد راه غتكون الفيسه بطعم العروبيه الكنديه كندي والدجاج كيهضر حدانا دابا الدجاج تا هو لا الدجاج كيشجع في وقت مناسب سقينا رفيسنا غطيناه شو كلشي على المانص ملمطي لمطنا درنا على الطلبيطه ديال البيبي خلينا هنا كتشرب لانه هنايا رضينا الدجاجه شوفوا الدجاجه تا هي جات دخلت نيشان وسط الكاسرونه صافي غادي نخليوها الدار وغادي نقلبوها للجهه الاخرى باش تسخن عاوتاني على مناظر الطبيعه والجبال ركزوا لي على واحد المنظر مغربي خلاب شوفوا شوفوا لي شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله الطبيله القصيريه الدجاجه حمرناها غير في الكاسرونه المهم قدينا الغراض او ملي كنقولوا الرفيسه كنقولوا اتاي المهم الحمد لله كان عندنا ستوك كلينا درنا به الكوتي ودابا غادي ناكلوا به ان شاء الله الرفيسه وبصحتنا وراحتنا.